بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من اهم المسائل التي يجب التقيد بها هو الالتزام بالمسائل الاخلاقيه عموما المتدين يرى نفسه ملتزما بالمسائل الفقهيه من واجبات ومحرمات اما القضايا الاخلاقيه فلا يجب الالتزام بها ان يحسن خلقه مثلا ان يحسن معاملته مع الاخرين ان يراعي مشاعر الاخرين تاره هناك الظلم الظلم حرام وتاره هناك الإحسان أن الله يأمر بالعدل والإحسان كما أنه يأمر بالعدل اللي هو العدل الواجب وخلاف العدل محرم أيضا يأمر بالإحسان الإحسان إضافة على العدل عاشروهن بالمعروف البعض من المراجع كالسيد الوالد رحمه الله يرى أن المعاشرة بالمعروف مع الزوجة واجبة مو أن يكتفي بإعطاء نفقتها وبأن يأتي إليها كل أربعة أشهر مثلا هي مو معاملة ومعاشرة بالمعروف يفتي بوجوب المعاشرة بالمعروف بس إن لم يكن واجبا شرعا المعاشرة بالمعروف الأخلاقيات المنظومة الخلقية في الدين لها قيمة خاصة وعالية رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرواية وفي احتجاجه مع المشركين يخاطب المخزومي وأولئك الكفار المشركين الذين أتوا للاحتجاج مع رسول الله وطرح شبهات وإشكالات عليه يقول بأن استغلال جهل مخاطب يعني واحد يستغل جهل المخاطب هذا امر وان كان لاثبات امر حق هذا منهي عنه هذا مو مطلوب ابدا يعني انت تطلب مني ان افجر في مكه ينابيع من ماء حتى تحصل هناك البساتين هل هذا مما ينفع لنبوتي كحجه يعني اذا واحد الان اجى في مكه بلد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يريد يعمل بساتين يفجر العيون هذا يحتاج الى خبره يحتاج الى علم هاي مو حجه تامه لاثبات النبوه فانا اجي انفذ ما تقترحه انت لاثبات نبوتي اجعل في مكه في بساتين هذا مو مهم هذا ما يثبت نبوتي عد الجاهل المخاطب يقتنع بهذه الفكره يشوف زين هذا ما دام البلد اللي لم يزرع زرع فيه هذا مو معجزه هذا يحتاج الى خبره الى فن مثل ما انت في الطائف زرعت ولك مزارع ولك بساتين ولك أشجار وأنهار وعيون فإذن قضية كلية هذه قضية خاصة حتى لإثبات الحق الاستعانة بالطرق غير الصحيحة لإثبات الحق هذا منهي عنه سابقا ذكرنا أن النتيجة تتبعه أخص المقدمات القانون الإسلامي هو أن الغاية لا تبرر الوسيلة بخلاف القانون الميكافيلي اللي الان السياسه في العالم تدور على قانون ميكافيلي ان الغايه تبرر الوسيله التتريد توجب ارضاخ دكتاتور تلقي قنبله نوويه تقتل مئات الالاف حتى تصل الى الغايه حتى الغايه هم خلي تكون حميده الغايه انقاذ الناس من دكتاتور بقتل مئات الملايين هل يمكن ان يصل الانسان الى هذه الغايه الحميده؟ كلا. المقدمات لازم ايضا تكون مقدمات سليمه، حميده. رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الروايه يشير الى هذا المعنى. انه ان اظهر ما ليس بحجه حجه حتى استغله على تعبير الرسول لا اغتنم، يعني كانما غنيمه. مو هذا الجاهل تشوفون بالسوق لما يجي فد واحد ما يعرف وضع السوق يريد يشتري يشوف ها آه هذا مثلا جاي من بلد اخر ما يعرف السعر خليه الان نستغل جهله فناخذ اكثر من السعر الموجود للسلعه هذه هذا استغلال الجهل طبعا هذا محرم حتى للامر الصحيح انا استغل الامر الصحيح هذا ما لا يجوز في بعض الاحيان وما ليس بحسن في أحيان أخرى هذه النقطة من الرذائل الأخلاقية أن يقول الإنسان بأن الغاية تبرر الوسيلة شنو معنى الاستغلال؟ الانتفاع بالشيء والإفادة منه بغير حق أو قانون هذا الطريق مو طريق حق فأنا دا أستغل جهلة حتى ولو أخذ للنجاة ولكن بطريق فاسد كلا الحق مو ناقص طرق مو ناقص مقدمات لان يؤثر على الاخرين حتى ناتي الى الى غير الصحيحه من المقدمات ونستدل بتلك المقدمات غير الصحيحه، ليش؟ لانه اللي انا جبته بمقدمات غير صحيحه يمكن ينصدم عندما يعلم بان هذه ليست بحجه انه واحد يجي في بلد لم يزرع مئات السنين هذا البلد ارض موات. مئات السنين، واحد يجي في هذا المكان يطلع بير نفط مثلا. مو معجزه، هذا خبره. يجي يزرع في هذا المكان، هاي خبره، فن. شنو الاشجار التي مثلا لا ترى لا تريد ماء كثيرا؟ واحد يجي يزرع يصير بستان. اذا هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه الرواية الشريفة أنه ليتخذ بعضهم بعضا سخرية تسخير الإنسان شنو معنى؟ للآية الآية المباركة تقول البعض مسخرون للبعض الآخر هل معناه أنه هناك طبقة عالية وطبقة دون تلك الطبقة تعمل لها هي مسخرة النظام الطبقات هو نظام إلهي الله عز وجل هكذا يقول في آية أخرى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يعني الله عز وجل جعل الدنيا نظام طبقات اللي الآن العالم كله يحارب ولو لفظا الطبقاتية لا الله عز وجل جعل كذلك كلا السخرية مو البعض مسخرون للآخرين مثل يقولون فلان سخر الجن يعني كأنما الجن أصبح خادما له فيمتثل ما يريد لا مو السخرية بهذا المعنى أن هناك مجموعة طبقة دانية مسخرة لطبقة عالية وإنما هذا سخرية المجموع للمجموع مو سخرية البعض للباقي يعني الكل بنسبة مسخر للكل بعبارة أخرى هذا هو معنى التعاون خلينا نجي إلى جسد الإنسان شوفوا جسد الإنسان الإنسان يحتاج إلى الطعام والطعام تتبدل الى دماء كريات حمر مثلا تجري في العروق واعضاء بدن الانسان تستفيد من هذه الكريات مثلا وتتغذى وهكذا هذا طبيعه يعني كل شيء يحتاج الى شيء اخر عندما ناتي الى افراد البشر انا احتاج الى بناء يبني لي منزلي والبناء يحتاج الى مالي حتى يعيش على هذا المال ويعيِّش أهله ويسترزق هذا رزق الحلال مثلاً الحاكم يحتاج إلى علماء يرشدونه حكماء يحكمون له هذا الحاكم العالم الدكتور البروفيسور الأستاذ يحتاج إلى الحاكم حتى يرفده بالمال هذا طبيعة إذاً حاجات متقابلة حاجات من الأطراف كلها سخرية بمعنى التعاون كل واحد يحتاج للآخر ولولا السخريه شنو كان يحصل؟ ما كان يقوم للاجتماع قائمه كل واحد كان فلك مستقل خلاص الاجتماع كان ينتفي وينتهي العائله تنتهي لو الزوجه لا تحتاج الى زوجها والزوج لا يحتاج الى الزوجه هل اثنين عقلاء كانوا يعيشون معا؟ مشاكل والام وكذا طبعا الحياه الزوجيه بها نقاط فرح ونقاط حزن وألم هذا طبيعي كل شيء يعني ما كان أحد يعيش مع الآخر الوالد رحمه الله في إحدى محاضراته يقول أنه حقيقة هل من العقل أن يتزوج الإنسان إذا هو مو محتاج للزوجة والزوجة مو محتاجة له بس كل حسب شيء يعني الحاجة حاجة مختلفة حاجته المال، حاجته الشهوات، حاجته العائله، الكينونه، الدفء، الراحه، الحوائج المختلفه الموجوده. هذه الحوائج هي التي جعلت الانسان يتحمل زوجته والزوجه تتحمله زوجها. هذا نظام التكامل، هذا نظام السخريه. في خلايا البدن احنا نحتاج الى خلايا لانه اعمال مختلفه في البدن. نحتاج الى خلايا صلبه جدا، العظم ونحتاج الى خلايا رقيقه جدا كشبكيه العين، خلايا شبكيه العين مثلا. اذا كانت خلايا العين كالعظم او كانت خلايا العظم كخلايا العين، هل كان يقوم الانسان قائما؟ كلا. فاذا هو هذا التنوع في الخلق، هذا معنى النظام الاتم. جعلنا بعضكم فوق بعض او جعل بعضكم فوق بعض درجات. هذا ايضا إما تكويني وإما حسب مقدمات خارجية التكويني الله جعل البعض مال أكثر من البعض الآخر كما في هذه الرواية هو من حيث المال متقدم للبعض جعل قوة الذكاء مثلا هذا أذكى من ذاك ولكن مو كل أذكى يكون أغنى يمكن في الواحد حتى يكون بليد ولكنه أغنى الله عز وجل هكذا جعل الحياة واستقرت الحياة بالتشبيك بين المصالح هذا يستفيد من ذاك وذاك يستفيد من هذا هذا هو النظام الأتان تعالوا إلى الدائرة الدائرة البسيطة البيت البيت إذا لا يكون هناك رب للبيت ف يعني هذا إذن هو أعلى درجةً هذا الامر قد يكون تكويني، يعني الله يعطي اعطى لشخص قوه في الحافظه، لشخص اخر ما اعطى قوه في الحافظه، هذا تكويني، وقد يكون بخطوات عمليه، زيد من الناس يعمل، يدرس، يصير بروفيسور، دكتور، استاذ، مخطط، منظم. عمر من الناس لا يدرس، يذهب الى العمل، فيصير عامل ناجح. يعني كل واحد بالنتيجه حاول تلك المقدمات ويصل الى النتائج. باسبابها هذا من الدرجات والتفاضل بين الانسان هذا مو خلاف العدل المساواه كلمه اجنبيه احنا ما عندنا مساواه في الشريعه ماكو مساواه يعني شنو المساواه واحد يجي يقول تساوي حقوق الرجل والمراه لا احنا لازم نعمل بالعادل اذا هناك رجل ضخم وطفل صغير هذا الرجل الضخم المفروض تخلي قدامه صحن من الطعام الطفل الصغير المفروض تخلي قدامه فد سندويشة مثلا فد لفة فهذا مو مساواة قطعا ولكن هذا طبق العادل جعل كل شيء في موضعه المفروض وطئ والعدل الإلهي يقتضي أن يكون هناك البعض تفوقوا في جهة ولم يتفوقوا في جهات أخرى البعض تفوقوا في جهات اخرى ولم يتفوقوا في جهه، نعم استثنى الله عز وجل القاده الانبياء الائمه عليهم افضل الصلاه وازكى السلام فجعلهم فوق البشر حتى يمكن ان يتبعهم البشر في كل صغيره وكبيره واعطى لهم العصمه من الخطا والنسيان والذنب وكل ما هو قدح في شخصيه هذا الرسول في شخصيه هذا النبي او الامام. هذه هي النقطة الثانية، لذلك في تفسير القمي هكذا يفسر علي بن ابراهيم القمي رحمه الله يقول وهذا يعني السخرية من أعظم دلالة الله على التوحيد كيف؟ لأنه خالف بين ملكهم الملوك يختلفون والمملكات تختلف كهيئاتهم يعني مظاهرهم ودلالاتهم واراداتهم واهوائهم، كل واحد عنده ذوق في العمل. اذا الكل كانوا على ذوق واحد يمكن ما كان يحصل التنافس. مع ان التنافس ايجابي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واهوائهم ليستعين بعضهم على بعض. لان احدهم لا يقوم بنفسه لنفسه، انا أشوي اسوي كل شؤوني وكل اموري، لا والملوك والخلفاء لا يستغنون عن الناس وبهذا قامت الدنيا والخلق المامورون المنهيون المكلفون يعني هكذا الخلق قام هكذا ولو احتاج كل انسان ان يكون بناء لنفسه وخياطا لنفسه وحجاما لنفسه وجميع الصناعات التي يحتاج اليها هو يقوم بشؤونه كل الشؤون لما قام للعالم طرفه عين العالم لحظه ما كان يستمر كان ينتهي العالم لانه لو طلب كل انسان العلم ليش؟ لانه الكل يروحون على الافضل شنو الافضل؟ طلب العلم قطعا العالم قيمه كل امرئ ما يحسنه بعد واحد, واحد ما كان يروح يصير مثلا مع أن الأعمال كلها بالنتيجة محترمة وطالب الرزق له أجره الشهيد الكاد لعياله اللي يتعب حتى يوسع على عياله يتصبب عرق يصعد الآجر يصعد المواد الإنشائية كذا في منتصف الظهر الكاد لعياله صحيح هذا يدور على رزق ورزق حلال بس بما أنه يدور على رزق حلال شنو الله يعطيه أجر كالمجاهد في سبيل الله اللي شاهر سيفه ورايح يقتل وقد يقتل قد يصاب عاهة الى اخر حياته بالناقص ايش قد له اجر عند الله الكاد العيال هكذا ولكن شنو الافضل؟ قطعا طلب العلم افضل وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم. زين لانه لو طلب كل انسان العلم ما دامت الدنيا من هو يشتغل منو يعمل خلاص تنتهي الأمور ولكنه عز وجل خالف بين هيئاتهم وذلك أعظم الدلالة على التوحيد النقطة الأخيرة ونطبق بعدها جزء من الرواية أنه واحد لما يريد يستمع على الاقتراحات هذا المخزوم عنده اقتراحات على رسول الله ازرع في مكة، طلع انهار، عيون، خلي الله ينزل ونشوفه ونقابله ويقابلنا، خلي تكون خلي يكون النبي ملك او تسقط السماء كما زعمت علينا، هذه الاقتراحات رسول الله يقول انت اقتراحاتك انا انما يعني يمكن واحد يسال الرسول كان يسوي بعض هذه الاقتراحات حتى يسكته لا ما له فائده لأن الاقتراح إنما يكون في هدف الرسول يعني إذا كان عند اقتراح هذا الاقتراح يصب في هدف الرسول شنو هدف الرسول؟ إتمام الحجة عليهم ودعوتهم للإيمان إذا كان عنده هدف اقتراح الرسول كان يستجيب لإقتراحه ولكن رسول الله يقول اقتراحاتك أنت كلها اقتراحات لا تصب في هدفي فلا أهتم لها أبدا كيف؟ إما اقتراحاته لا تصب في هدف الرسول لانها غير نافعه للغرض غير نافعه للحجيه مثل انا اجي هنا أنا في مكه اطلع لك خمسين عين هذا ما يدل على انني رسول ونبي كما انك انت في طائف زرعت ومطلع خمسين عين بل اكثر هل هذا يدل على انك نبي؟ هو المخزوم يقول لا هذا ما يدل على انني نبي قال خلاص اذا هذا اقتراحك ما يصب في هدفي وفي رسالتي والانسان مهم أن يحدد هدفه ويمشي خلف هدفه في الحياة على طول المسير لي لا يلهيه أمور ما تنفعه يعني بعض الأحيان في المناظرات في الفضائيات في المناظرات بين بعض العلماء مع الآخرين مع المخالفين ينجرون شرقا غربا أتركز على نقطة واحدة ركز مثلا على خلافة أمير المؤمنين لا يجرك إلى تربة سيد الشهداء ولا يجرك إلى قضية، حددوا الهدف أو حددوا من الأول السجود على التربة مثلاً. لا تطلع عن الهدف المنشود، ليش؟ لأنه لو واحد يطلع عن الهدف ما يوصل للنتيجة. فإذا أنا أجي أزرع هنا وهذا مو حجة أو استغلال لجهل المخاطر، احنا ما لازم نستغل جهل المخاطر لأنه حقيقة هو مو حجة على نبوة رسول الله زرع أشجار في بلد غير ذي زرع. هذا فتحك فد علم يعني طريقه معرفه اذا إم اقتراحاتك اما غير نافعه لهدفي فما استجيبها او إسق اقتراحاتك توجب نقض غرضي انا شنو غرضي؟ اريد اهديكم انت تقول تعال انزل السماء علينا يعني شنو؟ يعني عذاب الهي ينزل علينا والعذاب الالهي شنو يسبب؟ يسبب موتكم هلاككم فهذا صار نقض لغرضي فانا ما جاي حتى اقتلكم ولا الله بارادته تنتهون. انا جاي اكمل الحجه عليكم. فبعد ذلك ان كملت الحجه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. وما انا عليكم بوكيل. فاذا هذا بعض اقتراحاتك نقض للغرض. بعض اقتراحاتك هذا محال اصلا لان الله لا يرى. لان الله مو جسم. لان الله لا جهه له. فانت تقول الله ينزل نشوفه هذا اقتراح محال. مثل واحد يقول اجمع النقيضين يا رسول الله تريد انا اؤمن بك اجمع النقيضين هذا معقول؟ مو معقول اجمع النقيضين يعني هنا تكون هذه مثلا يكون هذا المنبر موجود ولا يكون موجود في آن واحد بالشروط الثمانيه للتناقض وحده الموضوع والمحمول والجهه والمكان والزمان الشروط المذكوره في المنبر هذا المحال فاذا رسول الله يقول كل اقتراحاتك فاشله أنا ما استجيب ولا لاقتراح من اقتراحاتك، ليش انا ابتعد عن طريقي؟ زين. بالنتيجه رسول الله يقول وانت قلت في اخر كلامك انه حتى لو تصنع كذا انا ما اؤمن بك. فانت تقول انا معاند، الانسان ما لازم يتباحث مع المعاند. العم الشهيد ينقل رحمه الله سيد حسن ينقل في احواله انه كان ادى طلعات الى الحجاز مع بعض علماء الوهابيه يعني كان عنده مناظرات ومباحثات كان هدفه اعاده بناء البقيع الغرقت هذا كان هدفه ففي احدى الطلعات ارتبط التقى به بن باص هذا كبير علمائهم فجلس معه ناقش معه نقاشات متعدده ودخل في نقاش ديني أنه من الحق علي عليه أفضل الصلاة والسلام أم غيره مع من الحق فوصل إلى مرحلة ابن باس سكت انقطعت حجته فصرح ابن باس على حسب هذا النقل أنه لو قام محمد صلى الله عليه وآله من قبره الآن وقال لي هذا جبرائيل يقول بأن الله يقول بأنك بأن عليا هو الخليفة أنا ما أقبل يعني خلص أنا معاند قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة ما ينفع هذا المعاند شنو تسوي رسول الله يقول أنت معاند المعاند بعد حسابه على الله عز وجل رسول الله منذر ليس أكثر من ذلك خل... أخذنا الوقت خلينا نطبق جزء من الروايه الشريفه فترى اجل الملوك واغنى الاغنياء محتاجا الى افقر الفقراء في ضرب من الْضُرُوبِ اما سلعه معه سلعه معه يعني مع هذا الفريق فتحاجه مع هذا الفقير او من مع هذا افقر الفقراء حاجه سلعه بضاعه معه ليست مع الملك فيحتاج الى هذا الفقير الملك يحتاج للفقير. واما خدمة لا يصلح لها هذا الفقير يعرف خدمه طبيب فقير هو بس عنده علم خاص هذا الملك محتاج الى علمه واما خدمة يصلح لها لا يتهيأ لذلك الملك ان يستغني الا به يعني ما يقدر يستغني عن هذه الخدمه الا بهذا الفقير فلازم يستخدمه لازم يجيبه. وإما باب من العلوم والحكم هو يعني هذا الملك فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقير يعني هو محتاج حتى يستفيد من هذا الفقير الفقير هذا من حيث المال ولكن عنده حكم عنده طرق عنده خبرة عسكرية فهذا الحاكم لما يريد يهجم على العدو لازم يستفيد من خبراته فهذا الفقير يحتاج إلى مال لذلك الملك الغني وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته ثم ليس للملك ان يقول هل اجتمع الى مالي علم هذا الفقير الله ما يجمع كل شيء في شيء في شخص واحد هل اجتمع الى مالي علم هذا الفقير ولا للفقير ان يقول هل اجتمع على رايي وعلمي وما اتصرف فيه من فنون الحكمه انا انا حكيم انا عالم انا فيلسوف كبير فعندي مثلا طرق معرفيه متعدده بس ما عندي فلوس ليش الله ما يفضل ويتم النعمة بإعطاء مالا كثيرا أستغني به عن الملك ما يمكن نظام السخرية تنتهي وما أتصرف فيه من فنون الحكمة مال هذا الملك الغني ثم قال الله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هذا الفوقية والدرجات إنما هي حسب العادل وإما هي تكوينية أو بمقدمات وباسباب يتخذها الانسان الطبيعي اللي يدرس يوصل واللي ما يدرس ما يوصل هذا طبيعي اللي يهتم يصل الى رزق مثلا اللي يقعد في بيته وما يهتم ما يوصل الى رزق شيء طبيعي ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني قلت هذا شنو السخريه؟ سخريه المجموع للمجموع مو مثل الرقيق الابيض اللي الان موجود انه مثلا الصين مليار واحد يعملون ليل نهار لاربع مليارات مثلا الان نظام الرق بأسوأ أنواع موجوده هذا له فصل لا نتمكن من ان نخوضه في هذا البحث يمكن في بحث اخر نتكلم عنه انه الان نظام العبيد والاماء موجود في العالم بأسوأ الانواع الواحد كان يقول يقول هم اللي الان كثير من الموجودين في مصر يعملون يمكن 15 ساعة على وجبة الطعام هو هذا يعني ما لهم شيء حق أكثر يعني اللي يستلموه بمقدار وجبة الطعام يعمل رجلهم و النساء عندهم ثم قال يا محمد قل لهم ورحمة ربك خير مما يجمعون أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا الرحمة الإلهية هي خير من كل شيء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأما قولك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر ما قلت جيب ينابيع أنهار عيون فجر أظهر بساتين في مكة شنو هذا البلد اليابس إلى آخر ما قلته فإنك قد اقترحت عليه على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء عندك اقتراحات هل هذه الاقتراحات تصب في هدفي وهو اتمام الحجة كلا فلا اهتم لها اشياء منها يعني من اقتراحاتك ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته بعض انواع اقتراحاتك صنف من الاقتراحات ما تصب في اثبات النبوة لي ورسول الله صلى الله عليه واله، هو واحد يقول خلي يعمله رسول الله الناس يتأثرون يشوفون زيان هكذا طلب فصنع إذن هذه دلالة الحجية هذا إغواء بالجهل أصلا يعني المقدمات مقدمات غير موصلة أنا أقول هذه المقدمات هي التي أتمت الحجة عليكم كلا الواحد من الأعلام كان يقول أنه بعض الأحيان من القرآن يستفيدون ما أدري حسب حساب خاص طرق الآن موجودة انه يثبتون بعض الوقائع التاريخيه بالابجد بغير الابجد هذا ما يكون صحيح ليش يمكن شخص اخر يستفيد من نفس الطريقه ويثبت امر باطل؟ يعني احنا بالابجد في القران استفدنا مثلا منه قضيه تاريخيه يمكن شخص اخر يجي بالابجد يستفيد من ايه اخرى قضيه مضله القران كتاب هدايه ظاهره حجه اذا هناك بعض الروايات تفسر التاويلات او التفسيرات حجه اما شيء نجي نتخرص نطلعه من بطن القران من قال هذا حقيقه المقصود الله عز وجل هل الذي كان زين ورسول ورسول الله صلى الله عليه واله يرتفع عن ان ان يغتنم من الغنيمه يعني يستغل جهل المخاطب يستغله الجاهل سهل الاخذ والسرقه وهذا يعني تشبيه بالغنيمه فشيء لطيف تشبيه المحسوسه المعقوله بالمحسوس ورسول الله يرتفع من ان يغتنم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجه فيه هذا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين